وعود للحديث عن الصراع السياسي على المناصب بعد تصاعد الخلافات بين شركاء العملية السياسية على تكليف الزرفي برئاسة الحكومة في الوقت الذي يؤكد فيه الثوار على رفضهم للعملية السياسية وشركائهم وتصميمهم على استكمال ثورتهم حتى تحقيق أهدافها. ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الكاتب السياسي الأستاذ عباس النوري. أستاذ عباس مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح للجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، في بيانها اليوم أكدت استمرار الحراك الشعبي رغم تخويف الحكومة وإعلامها من فيروس كورونا، لكن إلى أي مدى ترى أن هذه الدعاية هي سياسية أكثر منها صحية، الغرض منها فض الاعتصامات بعد أن فشل الرصاص في ذلك؟ تفضل أستاذ عباس. مساء الخير عليكم وعلى جميع المشاهدين. أنا أتمنى من جميع المتظاهرين والمنظمين أنه يكون تظاهراتهم اليوم ضد الكورونا، مساعدة الناس الفقراء المحتاجين، تطهير الشوارع. يعني التظاهر ضد الحكومة وضد الفساد هذا ما ينتهي، لكن الآن الوضع العراقي في حرج، العالم كله، كل دول العالم الآن تتخوف، أقوى دول بالعالم أمريكا نفسها الآن تصف أمام تداعيات الكورونا. لكن القضية السياسية يمكن ترجع. ترامب يقول الولايات المتحدة كلها متحدة ضد الفيروس. فعلى العراقيين أيضا أن يتحدوا ضد هذا الفيروس، ومن ثم بعد انتهاء هذه الفترة وتعافي الشعب العراقي إن شاء الله كل البشرية في العالم من هذا الوباء يرجعون إلى ومحاربة الفيروسات السياسية الفاسدة. أستاذ عباس، اللجنة أيضا من ناحيتها اتخذت قرارا بوقف المسيرات الحاشدة، كيف ترى هذا القرار من قبل اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين؟ أم هي كما يدعي إعلام النظام أن الثورة ربما تكون قد ماتت بحسب ادعائهم؟ لا، ما أتصور، يعني هذا حقيقة عند العقل أنه الآن نحن في محنة إنسانية ليس عملية قضية سياسية، والمتظاهرين دائما ينادون في وطن، لا يمكن وطن بدون شعب. إذا الفيروس انتشر لا سمح الله وهو بقطاع كبير، فذاك الوقت يكون وطن خالي من الشعب أو شعب مريض أو شعب لا سمح الله يصيب الوباء. ولكن المطالبة والمطالبه بوطن عادل هذا لا ينتهي لا بالفيروس ولا بغير الفيروس. طيب استاذ عباس، لو تحدثنا على مثلا صعيد المناكفات السياسيه، هناك تهديدات لرئيس الجمهوريه برهم صالح باحالته للمحاكم على خلفيه انه قد خرق الدستور في موضوع تكليف عدنان الزرفي، لكن السؤال هنا اين الشراكه التي يتحدثون عنها؟ منذ 2000 طبعا جميع الأطراف السياسية وضعوا المرض الخطير على السياسة العراقية وعلى الدولة العراقية وهو المحافظة. للأسف لا يمكن طرف يقضى على ما يقوم به طرف آخر، فهذه مسألة طبيعية. لو اختار أي هناك أطراف أستاذ عباس، أعتذر منكم ولكن الصوت يصلنا متقطعا. على أي حال، كان معنا عبر سكايب من ستوكهولم الكاتب السياسي الأستاذ عباس النوري، شكرا جزيلا لكم.